وقطاع المنتجات المحلية هو الآخر يعاني من تبعات الأزمة بمدينة مكناس مثلاً. وللتخفيف من حدة انعكاسات كورونا على المهنيين، تم تنظيم مسابقة وطنية للمنتوجات المحلية لإبراز المجهودات التي تبذلها التعاونيات الفلاحية في مجال إنتاج وتسويق منتجاتها المحلية. الروبورتاج من هناك، أي من مدينة مكناس، لسارة الجابري، إدريس الكهن، والتحرير لسعيد أجنا. نجية موكال سيدة على رأس تعاونية نسائية بأزرو، رفقة عشرات النساء يحضرن هذا الكسكس بعناية كبيرة ليتمكن من إقناع لجنة تحكيم المسابقة المغربية للمنتجات المحلية في دورتها الرابعة. دخلنا الأسواق الكبرى كنسوق فيها المنتوجات ديالنا، والسوق التضامني في كازا حتى هو تنسوقوا فيه المنتوج ديالنا، وعندنا حتى شراكات دابا مع ناس اخرين ان شاء الله اننا غادي نخرجوا السلعه ديالنا نسوقوها في الخارج. والتعاونية ولات مزيانة والعائلات ولاو فرحانين، وتناخذوا هاد المعايير باش تنعطيو نقطة على كل معيار، على الذوق، على الشكل ديال المنتوج، على كيفاش يتوجد بزاف ديال الحوايج في هذا الشكل. من الكسكس بجميع أنواعه إلى منتجات أخرى هي كذلك مستخرجة من الثروات الطبيعية لبلادنا، كلها تتنافس للفوز بإحدى جوائز المسابقة عبر إقناع لجنة التحكيم المكونة من 75 متذوقاً. هذه سنتين كانت 350 مشارك، اليوم وصل 700 مشارك، كيحسوا براسهم داك لي ميدايل كيتعلقوا في لي بوتي ديالهم ولا في المنتوجات ديالهم، كيحسوا بواحد القيمه ديالهم، وهذا الشيء كتعطي واحد القيمه مضافه جد مهمه للتعاونيات والفلاحات الصغار. توجد بالمسابقه كل المنتجات المحليه ذات الاصل الحيواني النباتي، وكذلك الزيوت الغذائيه والعسل بجميع انواعه. لدينا اكثر من 700 منتج يتبارون في المسابقه. هذه السنه المباراه تمر في ظروف استثنائيه بسبب انتشار فيروس كوفيد 19. فيروس كورونا حثم على المسابقة أن تمر في ظروف استثنائية، وذلك لاحترام التدابير الوقائية. فبعد مدينة مكناس ستجرى المرحلة الثانية من المسابقة في أكادير من 16 إلى 18 من الشهر الجاري.